السلام عليكم، معكم مهندس محمد عبد الله، مهندس كيمياء، خبرة 8 سنين في الأويل أند جاز والبتروكيميكال إندستري. بداية شغلي كانت في تريدنج كومباني فور كيميكال أند كونستراكشن أز كواليتي إنجينير. بعد كده دخلت موبكو أز أوبريشن إنجينير تريني. بعد كده دخلت سلمار ووصلت إن أنا بقيت بروس إنجينير وسينيور كنترول روم. رحت بعد كده شركة شلمبرجير في موقع زهر as a production operation team leader و practical experience in midstream project في النايل دلتا وبرديس ونشوف production واليو جي دي سي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن كورس الفالف، هنعرف يعني ايه فالف والفانكشن بتاعته، الكومن تايبس، الكلاسيفيكيشن للفالف، البارتس بالنسبه للفالف، الفالف ريتنج، ازاي نقرأ الفالف تاجينج في البياند اي دي، هناخد شوية اكزامبل عن الفالف ابليكيشنز، هنتكلم برضو عن الكنترول فالف والبروتكشن فالف زي السيفتي فالف والبريزر فالف، هناخد شوية ديفينيشن، وفي الاخر خالص هنعرف الكومن بروبلمز فور فالف. في البداية كده عايزين نعرف يعني ايه فالف. الفالف ده عبارة عن جهاز بيتحكم معايا في الفلو او بيتحكم في الفلوريت اللي معايا، بيتحكم برضو في البريشر بتاع الفلو، بيعمل لي كنترول للفلو، بيعمل لي دايركشنال للفلو، عن طريق ان انا بعمل ستوبينج او ستارتينج للفلو، او ان انا بعمل ثروتلينج للفلو، بتحكم في الدايركشن وفي البريشر بتاع الداون ستريم بالنسبه للفالف، بعمل ريليفينج لو عندي اوفر بريشر. ده باختصار كده يعني ايه فالف. طيب بالنسبه للسلايد هنا، هي حاجه اقتصاديه ان انا عايز اعرفكم ان الفالف بالنسبه للبايب لاينز، الفالفز اللي بتكون موجوده على البايب لاينز ككوست بتكون من 20-30% كتكلفه من الاوفر اول للبايبنج كوست. طيب ده هيفيدني بايه؟ ان انا لما اجي اعمل سيلكشن للفالفز دي لازم ان انا اخد في الاعتبار الناحيه الاقتصاديه، زي ما باخد ناحيه الاوبريشن لما اجي اعمل سيلكشن لانهي فالف بالظبط انا هختاره، زي ما بعمل بشوف من ناحيه الاوبريشن لازم اشوف من الناحيه الاقتصاديه دي. عندي طبعا انواع الفالفات اللي عندنا اللي هي الكومن اللي هي المعروفه زي الجيت فالف، الجلوب فالف، البول فالف، البلاج، التشيك فالف، الباتري فلاي، الريليف، الدايفرام، البريزر فالف، والسنولويد، والسيفتي فالف. طيب انا في هنا لازم يبقى في عندي ظروف معينه لما اجي اعمل فالف سيلكشن، يعني مثلا انا لازم اخد في الاعتبار معايا البريشر بتاع الفلويد ده، البريشر عالي، البريشر قليل، لازم برضه اخد معايا في الاعتبار التمبريتشر، هل انا بشتغل عند هاي temperature ولا عند low temperature ولا عند ambient temperature، الفلويد اللي عندي ده هل هو ليكويد ولا جاز ولا ستيم ولا اير، ولا هو ديرتي ولا هو سلاري ما بين السوليد وليكويد، هل هو كوروسيف، كل دي انا باخد معايا في الاعتبارات الظروف دي كلها لما اجي اعمل سيلكشن للفالف. طيب انا عايز، هل انا عايز الفالف ده للاون اوف ولا ثروتلينج، هل انا عايز يمنعني ما يحصلش باك فلو، برضو باخد في الاعتبار معايا البريشر دروب، خصوصا لما اجي مثلا وانا شغال على سلاري مثلا كفلويد، البريشر دروب ده ممكن يخلي لي ان السوليد اللي بتبقى موجوده معايا يحصل لها سيتلينج على الخط لو البريشر دروب معايا عالي، الفيلوستي، وبرضو باخد معايا في الاعتبار الاوبريتنج كونديشن، هل انا عايز الفالف ده مانوال ولا عايزه اوتوماتيك، سرعة قفله أو سرعة فتحه، كل الحاجات دي بتيجي تفرق معايا لما أجي أعمل سيلكشن للفالف. طيب هنا هنقسم الفالف عن طريق according to the function أو الموشن أو الميثود أوف أوبريشن. الفانكشن بتاعت الفالف نفسها، هل أنا عايزه أون وأوف زي البول فالف أو الجيت أو البلاج، ولا أنا عايزه ريجوليت يعمل لي ثروتلينج زي الجلوب فالف، طبعا ده من الكومن اللي شغاله في الريجوليتنج
للفلو او الباتري فلاي او البول برضو بيشتغل ريجوليتنج معايا، ولا انا عايزه بروتكشن زي السيفتي فالف او التشيك فالف او البريزر فالف. طيب وهنا اكوردنج تو للفالف موشن، هل ده بيكون لينير ولا روتري؟ اما بالنسبه للميثود اوف اوبريشن، هل هو بيكون مانوال بستخدم هاند ولا ليفر دراع ولا بستخدم جير؟ طيب ولا هو اوتوماتيك نيوماتيك ولا هيدروليك ولا الكتريك؟ كل الحاجات دي برضو تقسيمه بالنسبه للفالف. ولا هو اوتو ريسبونس زي البي اس تي او تشيك فالف؟ هنبدا هنا نقسم واحده واحده كده. ان الفالف هنيجي نقسمها اكوردنج تو الفانكشن، عندنا اون واوف، ممكن الفالف بيشتغل اون واوف او بيشتغل ثروتلينج او نون ريتيرن فالف زي التشيك فالف او بروتكشن فالف. اكوردنج تو الموشن، هل هو لينير موشن يعني بيبقى الستيم اللي بيبقى على شكل لينير او الديسك بتبقى لفوق ولتحت بتعمل opening او closing عن طريق ان هو بيكون linear، او ولا هو rotary زي البول او البلاج، او ولا هو quarter turn، ده برضو ده نوع من انواع اللي هي rotary زي مثلا البلاج valve ده quarter turn. هنا زي ما انتم شايفين تقسيمه linear والrotary والquarter. زي ما احنا قلنا الquarter ده برضو ده يعتبر روتري موشن برضو زي البلاج زي البول زي الباتري فلاي، اما اللينير زي الجيت الجلوب الدايفرام البنش فالف. طيب برضو هنعمل كلاسيفيكيشن الفالف اكوردنج تو الفالف اندز، اتصال الفالف مع البايب لاين نفسها، هل هو ثريدد اند يعني مربوط، ولا هو ويلدنج، ولا هو فلانج؟ طيب كل واحدة من دي بيكون لها ظروف، يعني مثلا الثريدد اند ده انا بيكون بالشكل ده، وده بستخدمه عند لو عندي فيه بريشر قليل اللو بريشر، ممكن مثلا استخدمه على الستيم تراب بريشر مثلا ممكن يكون قليل. من المميزات بتاعته ان انا هو ايزي تو ريبليس، ان انا ممكن اغيره او ان انا ممكن اعمله ريبير مثلا لو هو فيه مشكلة، لكن ان هو من المشاكل بتاعته ان هو ما ينفعش للضغوط العالية. طيب انا ايه اللي ممكن استخدمه للضغوط العالية؟ بتكون لو انا استخدمت اللي هو الويلدنج او الفلانجنت او الفلانجين، زي ما انتم شايفين ده بيكون ويلدنج مع البايب لاين، بيكون يعتبر وان بيس كونستراكشن، ده بيستخدم في الهاي بريشر ابليكيشن علشان لو انا عايز ما يبقاش عندي فيه اي ليكس عندي، عشان لو انا مثلا بستخدم الفلوت ده بيبقى معايا هازارد مثلا، فانا بستخدم اللي هو الويلد اند زي الستيم لاينز مثلا، انا اخاف من الهاي تمبريتشر عندي ده من الهازارد او الهاي بريشر اللي بيكون في الستيم. من الديس ادفانتج بتاعته ان هو طبعا صعب ان هو يتغير وصعب ان هو يتعمل له ريبير، لكن من الادفانتج بتاعته ان هو ممكن يتحمل الهاي بريشر وزود ليك. النوع الثاني والثالث والموست كومن اللي هو الفلانشد اند، بيكون الربط ما بينه وما بين البايب لاين عن طريق فلانشه، ده بيشتغل برضو كويس جدا مع الهاي بريشر او المودريت بريشر، بيكون ما بينه وما بين زي ما احنا قلنا ان هو ما بينه وما بين البايب لاين فلانشه بربط بمسامير كده، فده بتبقى بتسهل ان هو easy to remove و easy to replace easy to repair لو هو في عندي مشكلة. طيب في تقسيمة تانية للفالف according to operator، يعني هل انا بعمل operate للفالف ده عن طريق، هل انا بعمله عن طريق hand lever دراع زي اللي في البول مثلا او الباتري فلاي، ولا hand wheel زي الجيت او الجلوب، او انا مثلا ممكن استخدم تشين سلسله لو انا مثلا اللي هيبقى فيه الاكسس بتاعي هيبقى صعب ان انا اقدر افتح الفالف ده زي اللي ما بيبقى موجود مثلا على الباتري فلاي فالف اللي بيبقى موجود على الستيك بتاع الفرام،
فممكن استخدم تشين او اللي هستخدم جير، ده بيبقى زي في الموتورايز الام او في موتورايز فالف، ده بيكون جير متوصل بالستيم ومتوصل مثلا بموتور، فبيعمل بيتحكم في الستيم عن طريق الجير ده، ولا هو بيكون باورد، يعني انا بستخدم باور عشان ان انا افتحه وان انا او اقفله او ان انا اعمل كنترول مثلا على الفلويد ده. فالباور ده ممكن يكون الكتريك زي السنولويد، او ممكن يكون هيدروليك ان انا بستخدم ضغط الفلويد فلو اللي عندي، او نيوماتيك ان انا بستخدم ضغط الهواء ان هو يعمل لي اوبريت على الفالف. هنا بس انا جيت اتكلمت عن السنولويد فالف، الفكره بتاعته كده باختصار، انا بيكون عندي هنا كده زي ما انتم شايفين اتنين كويل، لما السنولويد فالف ده يحصل له انرجايز بيتولد هنا مجال مغناطيسي، بيكون عندي هنا في بلانجر كده، بيحصل جذب للبلانجر دي لما يحصل فيه مجال مغناطيسي هنا، والفلويد يمر هنا كده زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي تحت. يبقى ده السنولويد فالف، ده نوع من اللي هو الالكتريك، تمام. طيب الجزئيه اللي بعد كده هنتكلم عن المين بارتس، مين فالف بارتس. من البارتس اللي بتبقى عندنا اول حاجه اللي هو الهاند ويل، ومش شرط يبقى هاند ويل، ممكن يكون ليفر، ممكن يكون اكشويتر عادي بالباورد او اكشويتر، احنا هنا بنسمي ده بنسميه اكشويتر، يعني ده احنا بنسميه اكشويتر لان هو بيبقى عامل زي ميكانيزم هو المسؤول عن الفتح وغلق البلف ده، ممكن يكون مانوال زي ما احنا شايفين هنا كده، تمام. وفي برضو من البارتس وممكن يكون اوتوماتيك او باورد، هنتكلم عليه برضو بعدين. يبقى عندنا الاكشويتر، عندنا الستيم دي اللي هي البارتس اللي عندي، عندي في البادي نفسه بتاع الفالف، عندي في البونت اللي هو الكفر بتاع البادي، وفي الديسك اللي هو الاليمنت اللي عندي هو بيكون مسؤول، بيكون هو متوصل اتصال مباشر مع الفلويد، بيعمل لي كنترول للفلو او ممكن اعمل ريجوليتنج الفلو، وبيكون معايا في السيت بتاع الديسك ده والستافينج بوكس والباكينج عشان يمنع معايا الليك. هنتكلم عن كل جزئيه من دي. اول حاجه ايه هي الاكشويتر. الاكشويتر زي ما انتم شايفين كده هنا اشكاله هنا اهو، ممكن يكون هاند ويل، ممكن يكون ليفر، ممكن يكون باورد، ممكن يكون مثلا هنا ام زي الام او في ده، وبيبقى برضو ساعات بيبقى معايا عشان كمور سيفتي بستخدم برضو هاند ويل، لو الباور عندي قطع فانا يبقى انا كده معايا برضو حاجه تانية زي سبورت معايا ان انا ممكن استخدم اشتغل على عليه كمانوال. الاكشويتر ده عباره عن ميكانيزم زي ما احنا قلنا بيبقى مسؤول عن فتح وغلق البلف. طيب احنا قلنا الباور بتاعه ممكن يكون نيوماتيك ان انا بستخدم الاير بريشر، الهواء ده زي ما انتم شايفين هنا كده بيتحكم معايا في البستون او الدايفراما اللي بتبقى موجوده هنا في الاكشويتر، ممكن يبقى معايا هيدروليك، الهيدروليك ده ان انا بستخدم الفلويد بريشر، او ممكن يكون الكتريك زي ما احنا قلنا في السونوريت. ده بالنسبة للأكشويتر. طيب النوع التاني اللي هو البادي، البادي ده اللي هو الفريم ورك اللي هو الجزء الخارجي للفالف، اللي هو اللي بيحتوي على الفالف تريم أو اللي هي بعض الكومبوننت بالنسبة للفالف اللي هنعرفها برضه. البادي ده هو اللي بيكون متوصل بيوصل الفالف مع البايب لاين زي ما انتم شايفين هنا كده، يبقى ده الشكل الخارجي للفالف، تمام. طبعا ده لازم يكون سترونج طبعا عشان يتحمل البريشر والتمبريتشر، وهنا زي ما انتم شايفين هو اللي بيحتوي على الفالف تريم. طيب
هنا في هنرجع تاني في اشكال للبادي ده نفسه، في شكل زي الفول بور او الريديوست بور او الكروس فلو. الفول بور ده، وده بيكون الانسايد دايمتر هنا كده بتاعت الفالف نفسه، نفس الدايمتر بتاعت البايب لاين، فما بيعملش معايا هنا بريشر دروب. لكن لو جينا نشوف هنا مثلا في الريديوست، لا بيكون اقل، الدايمتر بتاعه بيكون اقل من الدايمتر بتاع البايب لاين، فبيعمل معايا هنا بريشر دروب. النوع الثالث ده طبعا ده اللي هو المينلي اللي بيبقى موجود في الجلوب فالف، ده عشان يعمل لي ريجوليت، بيعمل كنترول للفلويد فلو. البارتس اللي بعد كده عندنا اللي هي البونت. البونت ده اللي هو الكفر او الغطاء اللي بيكون للبادي، بيكون متوصل طبعا بالبادي، بيحتوي على الباكينج او جلاند والستم. انا من شويه قلت الفالف تريم، ايه هي الفالف تريم؟ دي عباره عن اللي هي ريموفابل او ريبليسابل انترنال بارتس. يعني ايه؟ هي عباره عن كومبوننت كده على بعضها، زي الستيم، زي السيت، زي الديسك، كل دي على بعضها اسمها فالف تريم. تمام، يعني لما نيجي نقول بعد كده فالف تريم، تعرف ان هي عباره عن كومبوننت زي الديسك، الفالف سيت، الستيم، كل دي اسمها فالف تريم. طيب ايه هو الستيم بقى؟ الستيم ده عباره عن سكرو، وبيكون حلقه وصل ما بين الاكشويتر اللي موجود عندي هنا زي اللي هو الهاند ويل، وما بين الديسك. طيب الستيم ده ممكن يكون رايزنج ونون رايزنج. طيب هنا زي ما انتم شايفين هنا ده اللي هو رايزنج ستيم. رايزنج ستيم ده بيكون الظاهر معايا، يعني بيكون ايزلي ان انا اعرف منه اذا كان الفالف اوبننج ولا كلوز. لما اجي مثلا هنا بفتح الفالف عندي، فالستيم ده بيطلع لفوق كده، فكده ساعتها بعرف ان الفالف ده مفتوح، او لما اجي اقفل الفالف بينزل معايا لتحت، فبعرف ساعتها ان الفالف ده مقفول. يعني ده بيسهل لي كفيجوال كده ان انا بعرف ان الفالف ده مفتوح ولا مقفول من اوت سايد خالص، يعني غير ما اعرف اي حاجه لسه. ده اللي هو رايزنج ستيم. طيب النوع الثاني اللي هو النون رايزنج ستيم ده، لا ده هيبقى صعب معايا ان انا اعرف اذا كان هو كلوز او اوبن. ليه؟ لان الستيم معايا ما بيطلعش لفوق. يعني انا لما اجي بفتح الستيم يقوم يفتح كده لفوق، يدخل هنا كده جوه هنا كده، على عكس يبقى هنا اوبننج، على عكس التاني لا، الستيم او السكرول معايا بيطلع لفوق وانا باجي بعمل اوبننج مثلا، ده اللي هو في الرايزنج ستيم. بعد كده هنعرف اللي هو الديسك والسيت. الديسك ده عباره عن element، ده اللي هو المسؤول عن اللي بيسمح للفلود ان هو يحصل له فلو، او يعمل له ستوبنج مثلا، او يعمل، ده اللي هي الاليمنت اللي هي بتبقى موجوده هنا كده. ممكن تكون الاليمنت دي ممكن تكون جيت، ممكن تكون بلاد، ممكن تكون جلوب. طبعا هي بتكون متوصله اتصال طبعا مباشر دايركت كونتاكت مع الفلو اللي معايا. بيبقى برضه بيبقى فيها هنا كده حاجه اسمها اللي هي الفالف سيت، او اللي بنقول عليها الفالف سيل. ده بيمنع لو في بيبقى معايا اي ليكج، يمنع اي ليكج معايا، وبرضه هنا بيقلل مقاومه الضغط والحراره على الديسك. هنعرف بعد كده في البارتس برضه اللي هو الستافنج بوكس او الباكينج، وده اللي بيكون موجود في الجزء الفراغ اللي فين، اللي بيبقى موجود هنا كده عند البونت، بيكون هنا موجود فيه باكينج موجود معايا، عباره عن ماتيريال كده من الفايبر بتمنع الليكج معايا، او بتعمل سيل انه مع الانترنال بارتس ما يحصلش ليكج لاوتسايد.
طيب هنمسك كده كل نوع فالف لوحده. اول حاجه اللي هو الجيت فالف. الجيت فالف ده بيبقى شغال زي ما احنا قلنا اون واوف، ده في اللي هي الكلاسيفيكيشن بتاعته، بيبقى شغال لينير اب وداون. طيب إيه بيشتغل؟ ان هو بيعمل ستارتنج وستوبنج للفلو. ممكن بيتعمل له كلاسيفيكيشن عن طريق اللي هي البوابه نفسها، ممكن تكون سوليد ويدج او فليكسيبل او سبليت ويدج او بارل ديسك. بالمناسبه النوع اللي هو الفليكسيبل ويدج ده اللي هو الكومون اللي بيبقى موجود في الستيم لاينز، لانها بتكون فليكسيبل على حسب لو درجه الحراره معايا زادت، او لو طبعا الستيم درجه حرارته زادت، ولما اجي بعمل مثلا خلاص يعني الستيم حصل له مثلا كوندنسيت ودرجه الحراره قلت، فبيحصل معايا فبيكون الويدج ده او البوابه دي بتكون فليكسيبل معايا، ممكن تتمدد او تنكمش على حسب درجه الحراره. فدي اللي هي الكومن اللي بتبقى موجوده في الستيم لاين. النوع اللي بعد كده اللي هو الجلوب فالف، ده اللي هو بيعمل لي ثروتلينج او ريجوليت للفلويد فلو، وطبعا زي ما احنا قلنا اللي هو نوعه لينير موشن، ممكن يكون هاند ويل او ممكن طبعا بستخدمه ككنترول فالف لو من بعيد، فبستخدم بيكون باورد نيوماتيك مثلا زي ما احنا قلنا، او الكتريك او هيدروليك. شكل البادي بتاعه ممكن بالجلوب فالف اللي هو الزد بادي او الواي بادي او الانجل بادي، هنعرف شكلهم في السلايد اللي بعد كده. هنا من الادفانتج بتاعه ان هو ده ريكومندد ان هو يعمل لي ثروتلينج وايزي تو ريبير، لكن هو هنا مشكلته ان هو بيعمل بريشر دروب عالي جدا، وطبعا ده بيكون مور كوستلي لو حصل له فيه مشكله، او ما اجي بعمله مثلا او ان انا اعمل له ريبير برضو ده بيكون كوستلي قوي. مع الهاي بريشر ابلكيشن بيعمل نويز معايا، لانه ممكن نتيجه ان هو عمل معايا بريشر دروب عالي قوي زي ما احنا قلنا، فهو ممكن يعمل لي نويز وفايبريشن في الخط. دي الاشكال بتاعت البادي اللي احنا قلنا عليها اللي هي الواي بادي والانجل او الزد بادي. زي ما انتم شايفين هنا كده بيكون الجلوب هنا كده اهو، فبيعمل ثروتلينج للفلو ان هو يمر لل يبقى فلو اوتي. طيب النوع اللي بعد كده اللي هو البول فالف. البول فالف ده احنا قلنا عليه اللي هو الروتيشنري موشن، بيستخدم ممكن يستخدم ستارت تو ستوب او ممكن اعمل ثروتلنج للفالف. الاليمنت اللي معايا بتكون جوه بتكون على شكل بول، وممكن ان انا ابتدي اعمل كلاسيفيكيشن عليها عن ان انا ممكن اقول ان في عندي فول بور، ان الدايمتر بتاع الاليمنت على از سيم دايمتر للبايب لاين، وممكن يكون ريديوسد بور، وده اللي هو بيعمل لي ممكن بيعمل لي بريشر دروب عن الفول بور. فول بور ما بيعملش بريشر دروب، مبيبقاش في دلتا بي، وبيكون في بتكون على شكل في كات زي ما انتم شايفين هنا كده. دي اللي هي الاشكال بتاعت البول نفسها. طيب ممكن برضو ان انا اقسمه البول فالف ده اللي هو يوني دايركشنال او باي دايركشنال او مالتي دايركشنال. طيب يعني ايه يوني دايركشنال؟ يعني بيكون عندي وان سنجل فلو دايركشن، بيكون في عندي فهم كده هنا قايل لي ان الفلو مثلا ماشي من الشمال لليمين كده، ده اللي هو اليوني دايركشنال. اما ده النوع الثاني اللي بعد كده اللي هو الباي دايركشنال، بيكون في عندي هنا كده اتنين راوند سيت للاب ستريم سايد والداون ستريم سايد للبوله نفسها، يعني ممكن يشتغل من هنا لهنا او العكس، او بيبقى عندي فيه مالتي دايركشنال اللي هو بيكون 3 واي فالف او 4 واي فالف. ده بيكون طبعا افكتيف شويه ان انا بيعمل لي كنترول من جهه وبيعمل شات اوف للستريم من الستريم تاني من جهه اخرى. ده بالنسبه للبول فالف. طيب ايه هو التشيك فالف؟ التشيك فالف بنقول عليه برضو النون ريتيرن فالف، ده اللي بيمنع الفلو ان هو يرجع تاني. هنا بيبقى معايا الفلو كده ماشي، فبيفتح البوابه دي بقوه الفلو
طبعا ده بيكون سيلف اكتنج، يعني ما بيبقاش محتاج قوة من بره تعمل اكتنج عليه. لكن الفلو لو رجع تاني من هنا بيقفل البوابة دي، بتقفل فبيمنع الفلو ان هو يبقى يرجع تاني. طبعا ده بيكون موجود، هنشوفه قدام مع الابليكيشن اللي انا جايبها لكم مع الامثله، بيكون موجود على خط الديسشارج مثلا، بيكون للبمبات. يبقى احنا قلنا يبقى التشيك بالف ان هو بيمنع ريفرس اوف فلو ان بايب لاين سيستم. طبعا بيبقى فيه هنا بيعمل لي لو دلتا بي. التشيك فالف ده بيكون ليه انواع على حسب شكل الاليمنت بتاعي ده، ممكن تكون سوينج تشيك فالف، ممكن تكون بول ليفت تشيك فالف، ممكن يكون دبل بليت تشيك فالف. تمام، هنا ان هو بيكون ان الفلويد فلو بيبقى ماشي اونلي ان وان دايركشن. من الفالفات المهمه قوي بقى، وخصوصا في مجال البترول او الناس اللي بتبقى شغاله في الويل هيد، التشوك فالف ده بيبقى موجود في الكريسماس تري. ده بيعمل كنترول فالف عادي خالص زيه زي الجلوب فالف. بيتحكم لي يعني مثلا هنا بيتحكم لي في الداون ستريم بريشر اكوبمنتس او داون بريشر اكوبمنتس. ده بيكون بيستخدم في الاويل اند جاز، بيكون مصمم ان هو يعمل بان هو بيقتل الريزرفوار بريشر معايا علشان اقدر اظبط الداون ستريم بتاعي. داون ستريم يعني اللي بعد الفالف باتجاه الفلو. لما اجي بقول داون ستريم يعني بعد الفالف باتجاه الفلو اللي معايا، بيظبط لي البريشر بتاعه، بيعمل لي مينتين ليه. التشوك فالف زي ما احنا قلنا ان هو بيشتغل موجود في الويل هيد عشان يظبط بيعمل لي كنترول على البريشر. بيبقى موجود في الجاز برودكشن، في السيرفيس والهيد هيد سب سي تريز والمانيفولد والانشور اويل ويلز. دي اللي هي الابلكيشنز اللي احنا بستخدم فيها الليت شوك. النوع اللي بعد كده الباتري فلاي فالف، وده هنلاقيه كتير قوي على خطوط السيرفيس ووتر. ليه؟ لان هو بيشتغل مع الضغوط الاليله، يعني هو يبقى احسن انه يشتغل مع الضغوط الاليه. ممكن يكون فيرتيكال او هوريزونتال، بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاليمنت اللي موجود. يعني ده ممكن يشتغل هوريزونتال او ممكن يتركب فيرتيكال ويشتغل عادي خالص مش مشاكل. ده اللي هو الباتري فلاي فالف. البلاك فالف ده نوع برضو من اللي هو الكوارتر والروتري، ده بيشتغل اون واوف. الديسك اللي بيبقى موجود جوه هنا او الاليمنت بتكون على شكل بلاج. انا بحاول اتكلم يعني الحاجات دي بسرعه علشان في حاجات مهمه بصراحه انا حابب اتكلم فيها اكتر. زي مثلا هنتكلم عن الفالف ريتنج. لما احنا جينا اتكلمنا عن ايه هي الظروف لما اجي اعمل سيلكشن للفالف، احنا كنا قلنا البريشر والتمبريتشر بالنسبه للفلويد اللي معايا. الفالف ريتنج ده هو ان الفالف ده ممكن يشتغل في ظروف يقدر يستحمل البريشر والتمبريتشر اللي هو اللي شغال فيها. دي بتكون علاقه ما بين البريشر والتمبريتشر، بيتعرف لي اذا كان ان الفالف ده يقدر يشتغل في الظروف دي. بنقسمها هنا كده 150 300 400 600 زي ما انتم شايفين. يعني مثلا هناخد مثال عن ال 150، فاحنا في الاول خالص هنيجي نشوف ان مثلا وليكن ان الفلويد ستريم عندي مثلا درجه حرارته من ماينس 20 ل 100 درجه فهرنهايت، وشغال مثلا عندي بريشر 290 بي اس اي جي، فهنقول عليه ان ده ان الفالف ريتنج بتاعه بيبقى 150. طب لو هو شغال عند 750 بي اس اي جي نقول عليه اللي هي الامريكان ناشونال ستاندرد انستيتيوت قسمت الريتنج او قسمت الفالف ريتنج ده لكلاس نمبر 150 نمبر 300 نمبر 400 وهكذا اكوردنج تو للتمبريتشر والبريشر بتاع الفلويد فلو. طيب
دي من الحاجات، السلايد ده من الحاجات المهمة جدا لما نيجي نقرأ في البي اند اي دي. لازم نكون عارفين طبعا ان ده شكل الجيت فالف في البي اند اي دي مثلا، ده شكل الجلوب فالف في البي اند اي دي، ده شكل البول فالف. كل الحاجات دي عشان لازم نكون عارفينها كويس عشان نبقى عارفين النوع الفالف اللي واحنا بنعمل تريسينج طبعا في البداية خالص. ده شكل التشيك فالف، 3 واي فالف، 4 واي فالف، دايفرام. طيب هنا بقى ازاي اقرا الفالف تاج؟ وانا بقرا في البي اند اي دي بيكون تحت كل فالف التاج بتاعه. اولا الحروف دي بس انا عاملها كده يعني كشكل، لكن هي في الحقيقه في حروف وفيها ارقام. يعني مثلا في البدايه عندي خالص ان انا بيكون في معايا رقم، الاكس ده بيشير لرقم، الرقم ده اللي هو السايز بتاع الفالف، وليكن مثلا 4 بوصه مثلا، ده الفالف ده 4 بوصه. طيب بالنسبة لل A، ده حرف ال A، ده بيشير ان ده الفالف ريتنج اللي احنا قلنا عليها. طبعا لكل بي اند اي دي بيكون في ليجند بتختلف من شركة لشركة. فمثلا في شركات بتقول مثلا ان A دي اللي هي اللي احنا قلنا عليها هنا 150، اللي هي الريت بتاعها بيبقى 150. في شركات والبي مثلا 300، السي 400، وهكذا. فدي بتعرفنا الريتنج بتاع الفالف اللي هو بيقدر يشتغل عند كونديشن ايه بالظبط، بريشر قد ايه، تمبريتشر قد ايه، ده اللي هو الفالف ريتنج. طيب البي دي بتشير لي الفالف تايب، نوع الفالف ده ايه، هل هو جلوب، هل هو جيت، هل هو بول، هل هو بلاج. بالنسبة للسي بتشير ان انا عندي الاندو كونكشن، اتصال الفالف ده مع البايب لاين، الفلانشة نفسها، هل هي سوكت ويلد ولا هي ريزد فيس فلانش. تمام. الدي ده اللي هي الفالف باتر، يعني شكله، هل هو زي ما احنا قلنا عليه فول بورت، ولا هو ليفت، ولا هو على شكل مثلا واي، ولا على شكل اللي هو زد بورت. ده بيعرفني الباترن بتاع الفالف. الجي ده اللي هي الماتيريال بتاعت الفالف نفسها، هل الفالف ده مثلا من الالومنيوم، ولا الكاست ايرن، ولا من بي في سي، ولا من الومنيوم برونز، ولا من النيكل. والاتش ده بيبقى هنا في كده هنا حرف، الحرف ده بيرمز ليه حاجه اللي هي سبيشال سيرفيس. يعني مثلا لو انا الفالف ده شغال معايا في هاي بريشر فهنقول عليه اتش، زي ما هو موجود هنا كده بتلاقي هنا اتش، يعني بيبقى شغال في الهاي تمبريتشر. طب لو هو ال فهو بيبقى شغال في اللو تمبريتشر، او لو هو ان ده اللي هو بنقول عليه اللي هو الناس، وده الناس اللي هي بتبقى شغاله في اللي هي الساور بلانت مثلا زي الامين. فانا بيبقى موجود اللي هي هنا حرف ال N اختصار للناس، National Association of Corrosion Engineer. دي علشان انا ببقى عارف معايا ان مثلا بيبقى مر في هنا صور جاز معايا مثلا H2S، فبيبقى هنا ده اللي هي بتبقى اسمها Special Service. كده احنا عرفنا نقرأ ال Valve Tag اللي بيبقى موجود في ال B&I. هناخد بقى شوية Example كده عن ال Valve Application. يعني الفالف ده احنا عرفنا خلاص، عرفنا ايه هو، وعرفنا البارتس بتاعته، وعرفنا انواع منه. طيب احنا ممكن نلاقيه فين؟ من المشهور قوي ان احنا ممكن نلاقيه مثلا لو عندي بامب، فانا بستخدم في البدايه عندي فيه جيت فالف او بول فالف، اللي هو بيكون عندي فالف عزل اون واوف زي ما انتم شايفين هنا كده في البدايه في السكشن، وهنا وفي ده الديسشارج. بيكون معايا هنا في درين لو انا عايز ادرن الخط بعد ما بعمل كلوز. بيكون معايا هنا كده في هنا سترينر، وفي يبقى برده معايا هنا درين برده. ممكن عندي برده فالف تاني ان انا بعمل درين للكيسنج، او ممكن استغنى عن ده كله بدرين واحد. بيبقى عندي هنا برده تشيك فالف موجود زي ما احنا قلنا في الديستشارج عشان ما يعملش باك فلو على البامب، وبيبقى معايا برضو هنا في الديستشارج بلف عزل.
طيب نيجي نشوف هنا، هنلاقي مثلا هنا برضو هنا في فالف اهو، اتنين فالف اللي هم الايزوليشن بتاع الكنترول ده، وده كنترول فالف اهو، ده بيتحكم لي في طبعا الفلو بتاع البامب عشان ما يعملش صالش معايا كافيتيشن، وده الباي باس بتاع الكنترول فالف. طبعا معظم الكنترول فالف بيكون لها باي باس، بتستخدم ان انا لو انا عايز اعمل مثلا مينتيننس او عايز اعمل ريبليس للكنترول فالف ده، ان انا بعزل طبعا وبدرن وكده. بس طبعا في البدايه خالص لو هبتدي بالسيكونس مظبوط، ان انا لازم افتح الاول الباي باس وبعد كده ابدا اعزل الكنترول فالف معايا. بنلاقي في هنا حروف كده زي ال او اف او وال او، دي اللي هي اللوك اوبن ودي اسمها فيل اوبن، هنعرف ده بعد. برضو من الاكزامبل اللي بتبقى موجوده معايا هنا اللي جايبها لكم اللي هي الكريسماس تري. طيب معظم الفالفات الفالفز النوع اللي بيبقى شغال في الكريسماس تري بيبقى جيت فالف، وطبعا احنا كنا قلنا اللي هو التشوك فالف. طبعا الكريسماس تري بيبقى عندي فيه هنا لور ماستر فالف، ده احنا بيبقى على طول في النورمال اوبريتنج بيكون مفتوح، ده بيبقى مانوال. في عندي ابر ماستر فالف، ده اللي هو ده بتحكم فيه من بعد. طبعا هنا بيكون هنا التشوك فالف اللي بيتحكم لي في الضغط بتاع الداون ستريم، وبيقتل بيقلل لي طبعا ضغط الريسرفوار. بيبقى عندي هنا اسمه كيل وينج فالف، ده اللي انا باجي بعمل مثلا انجكشن كروجر مثلا انهبيتور. والفالف اللي عندي فوق هنا ده اللي هو السواب فالف، ده بستخدمه للانترفنشن زي الواير لاين مثلا. فالمهم عندي ان مثلا الكريسماس تري ده الكومن اللي بيبقى موجود عليها جيت فالف والتشوك فالف، ده المهم اللي احنا عايزين نعرفه ايه خصوصا كورس النهارده ده. هنا شارح بس ان الكريسماس تري بتبقى شغاله ازاي، بس ده اللي انا حبينا بس نعرفه ان الجيت والتشوك فالف بيكونوا في الكريسماس تري، ده اللي هو الكومن. طيب عندي برضو حاجه تانية اللي هي السب سي كريسماس تري، دي اللي بتبقى موجودة تحت البحر. طيب طبعا دي يعني بيبقى طبعا لازم يكون اعمل سيلكشن كويس جدا للفالف، لان بيبقى عندي فيه هازارد، الهازارد ده ممكن يكون اكسترنال معايا اللي هو طبعا الووتر والكروجن اللي ممكن يتسببه. فلازم لما اجي اختار الفالف دي او الماتيريال لازم تكون بعناية كويس قوي علشان الهازارد ده، وطبعا اللي هو الانترنال هازارد عندي اللي هو نوع الفلويد عندي. السبسي كريسماس تري او بنقول عليها الويت تري، ان الفالفات اللي بتبقى موجود عليها بتبقى معظمها بول فالف وبرده اللي هو التشوب فالف. تمام، ده عشان طبعا احنا قلنا التشوب فالف عشان يعمل لي بريشر دروب وبيعمل يظبط الفلوريت. طيب هندخل بعد كده هنتكلم عن الكنترول فالف، هنعرف ايه هو الكنترول فالف، هنعرف الكاركترستيك والتايبس للكنترول فالف، هنعرف المين بارتس والكنترول فالف اوبريشن. الكنترول فالف هو عباره عن فالف عادي خالص، لكن الفكره فيه ان انا باجي بعمل كنترول عليه او كنترول على الاليمنت والديسك اللي احنا كنا اتكلمنا عليها باكسترنال باور اكتويتر. الكنترول فالف ده بنسميه في دوائر الكنترول بالفاينل كنترول اليمنت. هو طبعا زي ما احنا قلنا ده بيستخدم ان انا بعمل ريجوليت الفلويد فلو، بيظبط لي برضو البريشر عن طريق التغير في الاكتويتر، الاكتويتر يبتدي يغير لي البوزيشن بتاع الديسك او البلاج اللي بتبقى موجوده جوه، وبالتالي يقدر يعمل لي مينتين للفلود اللي انا عايزه، او يعمل لي مينتين للبريشر او مينتين وات ايفر هو شغال ايه. ممكن يكون شغال مثلا يعمل لي مينتين للليفل، مينتين للفلو، مينتين للبريشر. تمام، طبعا ده بيكون جزء من دايره كنترول. هنا هنعرف حاجه اسمها الكنترول فالف كاركترستيك اند تايبس. هنا عندي ثلاث انواع، في لينير وفي الكويك اوبننج وفي الايكوال برسنتج.
في البداية كده الفلو اللي بيبقى معدي من الكنترول فالف هو بيكون فانكشن في نسبة الاوبننج او الفالف ليفتنج اللي بتبقى الموجودة عندي هنا، يعني كمية الفلو بتبقى فانكشن في الفالف ليفتنج. طيب يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي وليكن مثلا لو هنعمل مقارنة ما بين اللينير والايكوال برسنتج، فمثلا لو انا عندي في اللينير هنا انا عندي مثلا وليكن ان نسبة الاوبننج بتاعي سي مثلا 25 هيديني فلو ريت مثلا 25، لان ده لينير، العلاقة ما بين الفالف ليفتنج والفلو هي علاقة خطية. طيب هيعمل لي برضو في اللينير ده لما اجي افتح ال 25% هيعمل لي، هيديني فلو ريت معين ودلتا بي معين. طيب بالنسبه للايكوال برسنتج وليكن ان احنا نيجي نفتح مثلا 65% هتلاقينا ادانا برضو نفس كميه الفلو ريت. يعني هو معنى كده ان هنا الاوبننج هنا 25% اداني فلو نفس الفلو ريت والدلتا بي، اما في الايكوال برسنتج الليفت اوبننج زادت شويه بس ادتني نفس الكونديشن. طب ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق بقى ما بين ده اللي هو شكل الفيزيكال شيب للبلاجه نفسها هي اللي بتقدر تعمل لي الموضوع ده. بالنسبه للكويك اوبننج معايا ده بنستخدم في الابلكيشن اللي هي الاون اوف، تمام؟ يعني شكل البلاج نفسها هي زي ما انتم شايفين ده الايكوال برسنتج، شكل البلوج نفسها كده هي اللي بتقدر تعمل لي مثلا اذا كان هو لينير ولا ايكوال برسنتج ولا كويك اوبن. طيب ايه هي البارتس بتاعت الكنترول فالف؟ الكنترول فالف بارتس لو احنا هنيجي نقسمه هنقسمه لحاجتين، لاكشويتر فوق وبادي تحت. الاكشويتر احنا قلنا عليه اللي هو ميكانيزم بيبقى مسؤول عن الاوبننج والكلوز للفالف، بيبقى موجود فيها سبرينج ودايفرام. اما الفالف نفسه اللي هو بيبقى موجود فيها الستيم والاليمنت اللي هو مسؤول عن الثروتلينج مثلا او الاون والاوف. بيبقى برضو من ضمن البارتس اللي بتبقى موجوده بيبقى عندي فيه بوزيشنر واكسسوارز. البوزيشنر معايا ده اللي هو المسؤول عن البوزيشن بتاع الستيم نفسه، بتبقى الاشاره جايه له من الكنترولر، هنعرف برضو ده قدام. يعني شايفين كده عندي في اكشويتر، عندي في الفالف نفسه، بوزيشنر، بوزيشنر فيدباك، وطبعا في ريجوليتور عندي. طبعا البوزيشنر فيدباك بالمره كده ده اللي هو اللي بيقول لي الفيدباك بتاع الستيم فعلا هل هو نفس الاوبننج اللي انا عاوزها ولا لا، فيرجع يديني فيدباك بعد ما البوزيشنر يدي امر للاكشويتر ده، والاكشويتر فعلا اكشوال يفتح او بنسبه معينه يحصل بقى فيدباك تاني باشاره تانيه للكنترولر يقول لي مثلا فعلا هو فتح مظبوط ولا لا. يبقى هو زي ما احنا قلنا ان الكنترول فالف عبارة عن بادي بيكون في عندي ستيم، بيكون معايا في هنا اكشويتر، في دايفراما، في عندي بيكون في سبرينج وهواء ضغط عندي فوق على الدايفراما عشان تبدأ تتحكم سواء كان هواء او الفلويد بريشر عشان يقدر يتحكم لي في الاكشويتر نفسه، تمام؟ بيبقى موجود معايا بوزيشنر، احنا قلنا البوزيشنر ده اللي هو المسؤول عن البوزيشن بتاع الستيم نفسه، بتبقى الاشاره جايه له من الكنترولر. بيبقى عندي برضو من الاكسسوارز اللي عندي اللي هي الاي تو بي، وده اللي هي ممكن تبقى هي فيتد بوزيشن بوزيشنر، دي بتحول لي الالكتريك سيجنال لنيوماتيك سيجنال، تمام؟ طيب ازاي بيحصل اوبريشن الكنترول فالف اوبريشن؟ نرجع معلش تاني.
انا بس حابب اعرفكم ازاي انا بتحكم في الكنترول فالف. تاني انا كنت جايب امثله قدام. مثلا انا بيبقى عندي فيه هنا element او السنسور عندي اللي بيقيس مثلا الفلو. السنسور ده بيبعت اشاره للترانسميتر اف تي، والاف تي ده اللي هو الترانسميتر يبعت اشاره للكنترولر يقارن ما بين الفلو اللي معايا وما بين السيت بوينت الفلو اللي انا عاوزه، ويبدا يتحكم الكنترولر يبعت اشاره للكنترول فالف. تمام، يبقى هي دي في الدايره بتاعت الكنترول فالف. بيكون عندي فيه اول حاجه خالص بيبقى عندي سنسور، بعد كده ترانسميتر، بعد كده كنترولر، وبعد كده الكنترول فالف. طيب ايه هي الاوبريشن بالنسبه للكنترول فالف؟ زي ما احنا قلنا ان احنا ممكن نيجي نشوف، كنا شفنا ان هو احنا اللي هو الكنترول فالف اللي انا كنت بشرح عليه في الاوبن، ممكن نقول عليه في الكلوز، ممكن نلاقي في اللوك، ممكن نلاقي في اللاست. يعني ايه الكلام ده؟ في الاوبن ده معناه ان انا لو الاشاره بتاعت الباور دي حصل لها كات، فكان مور سيف ان الفالف يفتح. يعني مثلا انا عندي كنترول فالف مثلا على تانك، التانك ده فيه ضغط، فالكنترول فالف بالطبيعي ان هو بيتحكم في الضغط ده بتاع التانك ده. طب لو حصل ان الباور ده، ان اشارة الهواء او الهيدروليك او whatever السيجنال دي قطعت، فالباور دي مجرد انها تقطع فالكنترول فالف كان مور سيف ان هو يفتح عشان ما يحصلش فيه جوه اوفر بريشر معايا ما اعرفش اتحكم فيه، وبالتالي ممكن يحصل معايا دامج ويحصل معايا مشاكل بعد كده. فبنقول عليها هي فيل اوبن. طب الفيل لاست عكسها، ان لو حصل عندي لوز في السيجنال دي او الباور فالكنترول فالف يفتح، سوري يقفل. الفيل اوبن بنقول عليه اير تو كلوز، هو يعني ممكن نلاقي فيل اوبن او اير تو كلوز. اما الفيل كلوز ممكن نقول عليه برضو اير تو اوبن. الفيل لوك ده ان لو حصل ان الباور حصل له فيل، الفالف ده هيبقى متروك على البوزيشن بتاعه. يعني مثلا ان الفالف ده مفتوح 25% فالباور حصل له قد، فهيفضل الفالف ده محطوط 25%. في حاجة تانية اسمه فيل انديترمن، ده محدش هيبقى عارف ان ايه هو اللي ممكن يحصل لو الباور قطع. في عندي نوع برضو اللي هو فيل لاست درافت اوبن، ده بيكون نوت سيكيورد لان بيبقى بيعمل الفلويد نفسه، البريشر بتاع الفلويد نفسه هو اللي بيتحكم في البلاج دي، سواء ان هو يفتحها او ان هو يقفلها. فعشان كده احنا لازم نقول عليها فيل لوك، ولازم نزود هل هو هيبقى درافت اوبن ولا دريفت كلوزد. بيبقى شكل البلجة، هل هيجي الفلويد ده يزق البلجة من تحت كده ويعدي ولا لا، ولا هيجي الفلويد ده مثلا من فوق وهيقفل البلجة مش هيخلي بعد كده انه يعدي فهيعمل دريفت كلوز. تمام، هنا برضو جيت برضو من اشكال برضو بتاعت الاير تو كلوز او الفيل اوبن. لو هتيجي تعرفها كده من بعيد هتلاقي ان اشاره الهواء داخله عليا من فوق من هنا كده على الاكشويتر. اما الفيل كلوز هنلاقي، او نقول عليه الاير تو اوبن، هنلاقي ان الهواء داخل من تحت، بيكون عندي هنا في الدايفراما وفي هنا السبرينج. فالاشاره بتاعت الهواء دي لو حصل لها قط، السبرينج دي هتضغط على الدايفراما وبالتالي هتضغط على الستم والكنترول فالف يقفل. الستيم هيضغط على متوصل طبعا بالديسك وهيقفل، والعكس فين؟ في الاوبن. الصورة التانية دي
جايبها لكم بس عشان ممكن احنا نعرف اذا كان الكنترول فالف ده في الاوبن ولا في الكلوز من بعيد كده، من غير ما نعرف اذا كان الهواء ده داخل من فوق الاكشويتر ولا داخل من تحت. ازاي؟ انا لو عندي في اتنين درين موجودين هنا في الخط، يبقى باللوجيك كده ان الكنترول فالف ده في الكلوز. ليه؟ لان هو لما يجي يقفل وانا مثلا عايز ادرن، فانا عايز ادرن الاب ستريم مثلا وعايز ادرن الداون ستريم، فبيكون معايا اتنين درين، يبقى بنقول عليه ده في الكلوز. يعني لو الباور حصل له قط فالكنترول فالف ده قفل. طيب لو احنا لقينا درين واحد، انا مش هحتاج الا درين واحد في الفيل اوبن، لان هو هيكون مفتوح، فالاب ستريم يتوصل بالداون ستريم فاعرف اعمل درين كويس. طبعا هنا اي كنترول فالف زي ما احنا قلنا بيكون ليه باي باس. لو عندي مشكله في الكنترول فالف ده لازم ان انا اجي افتح الاول الباي باس، طبعا بنسب معينه مش بفتح وخلاص، لحد ما اظبط معايا عشان ما يحصلش ديستربنس معايا للداون ستريم، وابدا بعد كده اعزل الكنترول فالف ده وادرن بقى واشوف لو هو عليه صيانه. طيب انا جيت وصلت برضو، حبيت ان انا اوصل اللي هو مثلا الحروف اللي احنا بنشوفها اللي هي الاف او او الاف سي بالنسبه للكنترول فالف، وبالنسبه للمانوال فالف ممكن نلاقي اللي هي اللوك اوبن او اللوك كلوز، وممكن نلاقي برضو حاجه اسمها كارسيل اوبن وكارسيل كلوز. سواء ده او ده، دي على حسب الفلوسفي بتاعت الفالف من شركه لشركه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي بامب هتطلع للمينتيننس، زي ما احنا قلنا بيكون عندي في ايزوليشن فالف في السكشن وايزوليشن فالف في الديسشارج، فانا لازم اقفل الاثنين دول واحط عليهم لوك. طبعا اللي هي لوك اوت وتاك اوت بيبقى عليها لوك وتاك، ان ده خلاص دي اتقفلت واللي الصيانه، فبنقول عليها اللي هي لوك اوبن. عندي مثلا البي اس بي الاوتلت بتاعه والانلت، فلازم يكونوا مثلا اللي هو المفتوحين اللي هو ده اللي هو اللي موجود في الخدمه، فدي بتبقى اللوك اوبن واللوك كلوز دي خاصه بالمينتيننس، ده علشان البروسيس سيفتي، علشان ما يحصلش معايا مشكله او كاتستروفيك مشكله كبيره خاصه بالبروسيس سيفتي. الكارسل اوبن والكارسل كلوز دي الهازارد دي مالهاش دعوه بالبروسيس سيفتي، هي لها دعوه بالاوبريشن وايز. يعني مثلا انا عندي درين ما ينفعش اسيبه مفتوح، ايفنت ما ينفعش اسيبه مفتوح، فدي لها علاقه شويه بالاوبريشن. وزي ما قلت لكم سواء كان لوك اوبن او لوك كلوز ده على حسب اكوردنج تو الفلوسفي بتاع الفالف. هنا كويس اهو، هنا في عندي مثال ازاي اعمل كنترولنج للفالف. انا في البدايه عندي زي ما قلت لكم بيكون في سنسور، ممكن يكون اورفيس او فلوميتر او ليفل او مثلا ار تي دي لو انا في التمبريتشر. فانا بيبقى عندي في الاول حاجه خالص سنسور، السنسور ده اهو هنيجي ناخد هنا خلينا على الرسم احسن. عندي سنسور مثلا اللي هو الاورفيس، الاورفيس ده بيتحكم لي في الفلو، فهيبعت اشاره للترانسميتر معايا للاف تي فلو ترانسميتر. طبعا الاورفيس بيبقى طالع منه خطين لان هو بيعمل لي دلتا بي، فبناء من الدلتا بي اقدر احسب الكيو اللي هي كميه الفلو، ومن الترانسميتر يبعت اشاره، طبعا اشاره التيار طبعا كرنت من 24 ملي امبير، يبعت اشاره للكنترولر، الكنترولر يقارن الاشاره اللي جايه له دي وما بين السيت بوينت اللي انا عاوزها، ويبدا ويبعت يرجع بعد كده اشاره للكنترول فالف علشان يوصل للقيمه المرغوبه اللي انا عاوزها بالنسبه للفلو بالنسبه للمثال ده. طيب هنتكلم بعد كده عن البروتكشن فالف. بروتكشن فالف او بنقول عليها الريليفينج او سيفتي فالف، دي واحده من اللاير اوف بروتكشن اناليسيس. طبعا زي ما انتم شايفين دي اللي هي اللاير اوف بروتكشن اناليسيس، بيبقى عندي فيه بروسيس والبي بي سي اس البيزك بروسيس كنترول سيستم، وعندي الارم، وبعد كده الاس اي اس، فبيبقى عندي فيه بعد كده اللي هي الريليف ديفايس. بيبقى عندي فيه بي ار في ده بالنسبه للليكويد، وبيبقى عندي بي اس في بالنسبه للغاز، وبيبقى عندي برضو فيه اللي هو البريزر فالف ده اللي بيكون موجود على التنكات الاتموسفير، او بنقول عليه برضو بي في ار في
بريشر فاكيوم ريليف فالف. هنا بيتحكم، بيقول هنا ان هو لو عندي في اوفر بريشر او اكسس بريشر، فعشان ما يحصلش معايا دامج للبيب والانفايرمنت والايكوبمنت نفسها، فانا بعمل ريليفنج او ريليز للاوفر بريشر ده. في الليكويد سيستم طبعا هنا البريشر معايا بيحصل له بيلد اب، ممكن يكون جراديولي او كويكلي، فانا بستخدم ريليف بنقول عليه بي ار في. اما بالنسبه للجاز بنقول عليه اللي هو بوب فالف او بي اس في فالف، لان البريشر طبعا بيحصل له بيلد اب كويكلي بالنسبه للغازات، فلازم ان انا اعمل لها ريليز كويكلي. الكومبوننت اللي بتبقى موجوده في البي ار في زي ما انتم شايفين في الرسمه كده، بيكون في عندي الكاب من فوق، في عندي ستيم، وفي ادجستنج سكرو، ده طبعا دي اللي بتبقى ادجست للستيم عند السيت بريشر اللي انا عاوزها، وادي السكرو اللي هي اللي بتبقى ضغطالي على الديسك ده علشان ما يحصلش يعني ليك على الفاضي. فلما يحصل بيلد اب للبريشر عندي يبدا يضغط على الديسك، وبالتالي الديسك دي تضغط على السبرينج ويحصل ريليز لها. طيب لما بيجي لو نيجي نشوف هنا كده ان الفلو اللي عندي لما يجي يضغط على الديسك، فكده هو قابل الديسك ده خلاص فتحه، فهو شاف مساحه اريا كبيره، ان القانون بيساوي اللي هو الفورس بتساوي البريشر في الاي، فالمساحه لو كبيره فالفورس هتزيد، فبالتالي ان وصلت لو وصلنا للست بوينت بتاعتي فحصل خلاص ريليز للبريشر ده. عندي طبعا هو الكيسنج دي بتحمي الانلت كومبوننت، واللي قلنا عليها الادجستنج سكرو دي اللي بتبقى ادجست للفالف سيت معايا، وطبعا البادي ده اللي بيحتوي على الاوبريتنج انلت. برضو من النوع اللي بعد كده اللي احنا قلنا عليه اللي هو البريزر فالف او البي في ار في، ده بيكون الشكل بتاعه، ده بيستخدم للتنكات اللي هي الاتموسفيريك علشان ما يحصلش اوفر بريشر معايا جوه، فلو حصل اوفر بريشر فبيقوم طالع على طول وفاتح وطالع لبره، او ما يحصلش معايا فاكيوم جوه مثلا لما اجي بعمل باخد مثلا من التانك ده، فطالما باخد من التانك ده فممكن يحصل فاكيوم جوه، فيبدا يدخل لي يعوض الفاكيوم ده ببريشر مثلا من بره. بس ده يعني بيستخدم مثلا على تنكات المايه، يعني اللي هو ما يبقاش فيه مشكله معايا ان لو الهواء دخل معايا التانك ده. انا بس ربطت شويه ديفينيشن كده باعتبار لهم علاقه شويه بالبروتكشن فالف او البي اس في او البي ار في، اللي يعني ايه ماكسيمم الاوينج وركينج بريشر، طبعا دي اللي هو اقصى ضغط ممكن يتحملها، اقل نقطه ضعف او اقل نقطه او اضعف نقطه موجوده في الايكوبمنت. في الاوبريتنج بريشر ده اللي بتبقى ان الفيزل ممكن يقدر يتعرض له وهو موجود في الخدمه. الديزاين بريشر، الديزاين بريشر ده بيكون ما بين بيكون طبعا هو اعلى من الاوبريتنج بريشر، يعني لما اجي بعمل اوبريتنج بريشر لازم يكون هو اقل من الديزاين بريشر بتاع المعده دي، بيساوي او بيكون اقل من الماكسيمم الاوينج وركينج بريشر. ده السيت بريشر دي اللي مسؤوله بقى بالنسبه للبي في ار في او الريليف ديفايس، وهنا ده الاوفر بريشر اللي عندها ان الفالف يبقى الكيب اوبننج. طيب هنيجي نشوف هنا بقى اخر حاجه اللي هي الكومن بروبلمز اوف فور فالف. طيب لو انتم شايفين الرسومات اللي على اليمين هنلاقي مثلا اول رسمه ده دي كوروجن، هنا في فلاشنج او كافيتيشن، هنا برضو فلاشنج او كافيتيشن. طب يعني ايه بقى، نمسك واحده واحده. ايه هو الكوروجن؟ الكوروجن دي بالنسبه مثلا للفالفات اللي بتبقى موجوده مثلا في السب سي، في السب سي تري او الويت تري اللي بتبقى موجوده تحت البحر،
فمثلا دي معرضه للانفايرومنت بتاعها ان ممكن يحصل كيميكال رياكشن، ممكن يحصل كوروجن زي ما شايفين هنا كده، او ممكن يحصل برضو جلفانيك كوروجن. ده لو عندي اتنين ميتال ما همش شبه بعض فممكن يحصل معايا كوروجن. طيب ايه هو الفلاشينج؟ تعالوا معايا واحده واحده كده. لو هنتكلم مثلا معاكم كده دلوقتي، في كنترول فالف عندي فماشي فيه فلويد ليكويد، خلاص عدى من الكنترول فالف، حصل فيه بريشر دروب. البريشر دروب اللي حصل فيه ده اقل من الفيبر بريشر، يعني البريشر اللي حصل معايا الاستاتيك بريشر ده وصل للفلويد فيبر بريشر معايا. فاللي هيحصل ايه للليكويد ده؟ هيحصل له فلاشنج، هيبقى هيتكون عندي فيبر بابلز. طيب الفيبر بابلز دي ممكن تعمل معايا الروجن، تعمل معايا النقر اللي انتوا شايفينها هنا كده، فبتبقى موجوده في الداون ستريم بقى للفالف، تمام؟ بتفضل لسه موجوده اللي هي الفيبرز دي او البابلز دي، فبتعمل معايا الروجن. طيب علشان انا اتغلب عليها لازم ان انا طبعا اعمل مينتين للفيلوستي عشان ما ازودش الفيلوستي، وبالتالي ان الدلتا بي تبقى معايا عالي. اللي زي الفلاشنج بس اللي فيها اختلاف بسيط قوي اللي هي الكافيتيشن. احنا قلنا ان البابلز دي بتفضل ريميننج في الداون ستريم في الفلاشنج، طب في الكافيتيشن لا، بترجع بقى تاني ان الليكويد، ان البابلز دي بيحصل لها كولابس وبترجع تاني للليكويد ستيت. فهي بترجع تاني للليكويد ستيت فبتعمل معايا الكوروجن، وممكن تعمل معايا نويز، وبتعمل معايا طبعا بتقلل في الكباستي معايا، زيها بالظبط قريبه من الكافيتيشن اللي بتحصل في البمبات. وطبعا البريشر بتاعي ما يبقاش مينتين زي ما انا عاوز. علشان اتغلب على الكافيتيشن بيكون في عندي مثلا سبيشال تريم زي ما احنا قلنا عليها، اللي هي الكومبوننت اللي بتبقى موجوده في الفالف جوه زي الستيم مثلا او الديسك. وطبعا دي بتعملي بريشر دروب كيرفولي طبعا بعنايه ما يحصلش بريشر دروب عالي، وبالتالي ان انا قدرت اعمل اليمينيت للكافيتيشن وقللت الفلوستي، ما يحصلش فلوستي عندي عادي. الكوروجن، الكوروجن ده ممكن يكون نتيجه الفلاشنج اللي حصل معايا، سوري اللي هو الايروجن، نتيجه الفلاشنج اللي حصل معايا، او نتيجه عندي فيزيكال ماتيريال زي السند مثلا اللي بتبقى موجوده في البايب لاين. طب انا ازاي اتغلب عليها؟ مثلا هستخدم فلتر، او برضو ان انا نفس الكلام ان انا اقلل الفلوستي. طبعا بالنسبه للاويل اند جاز بيكون في طبعا سبيشال ديزاين معايا للفالفات دي، مثلا وليكن التشوك فالف زي مثلا اللي هو الاي بي اي 6 اي، ده بيكون سبيسيفيكيشن فور ويل هيد اند كريسماس تري ايزو 10425. فالسبيسيفيكيشن دي بتكون علشان الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، علشان المشاكل دي ما يحصلش كوروجن، ما يحصلش فلاشنج، ما يحصلش معايا بعد كده نويز، ما يحصلش معايا يجي في الاخر بور كنترول. في النهايه خالص انا احب اشكركم بجد على الوقت اللي انتم قضيتوه معايا ده، واتمنى فعلا ان انا اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه خالص، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله يعني.